رؤيا المقبرة في المنام. أما القبر والمقبرة فقد ورد في الكتاب والسنة وفي أمثال العرب، ورد له دلالات عدة ولكن دلالاته منحصرة. أما في القرآن فقد ورد في موضعين، موضع عن الصلاة فيه أو الصلاة عليه، وموضع أنه مرحلة من مراحل الحياة عند الإنسان. الآية الأولى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فهذا في المنافقين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي أن يصلي عليهم وأن يقوم على قبر أحدهم. أما الآية الثانية التي دلت على أنها مرحلة من مراحل الحياة، ثم أماته فأقبره، فدل على أن المسلم والإنسان من المراحل الطبيعية التي سيأتي إليها وسيصير إليها هي القبر الذي يحويه ويضمه. وأما في الحديث النبوي الشريف فقد انقسم إلى 3 أقسام ورود القبر في الأحاديث النبوية، فمنهم عن الصلاة عليه والصلاة إليه، ومنهم عن تشخيصه وزينته، والأمر الآخر على ما يوضع عليه. فأما الأول، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى قبرا منبوذا صلى عليه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ماتت في امرأة كانت تقوم المسجد قال دلوني على قبرها فصلى عليها، وقال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أصحابها، فالله عز وجل ينورها بالصلاة عليهم. فهذا عن الصلاة، وهو يشبه الآية القرآنية بالصلاة على القبر. والموضع الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان بكبير، فقص جريدة خضرة يعني عسف من عسف التمر، ووضع على كل قبر منهم جريدة، وقال إن الله يخفف عنهم باستغفار هذه الجريدة الخضرة حتى تيبس. والنبي صلى الله عليه وسلم وضع على قبر إبراهيم شيء، فهذا مما يوضع على القبر أيضا في الأحاديث النبوية. والموضع الثالث، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تصليص القبر، وقال لولا أخاف أن يتخذ الناس قبري مسجدا لأمرت بالبناء عليه. فهذا الموضع، هذا 3 أماكن التي ذكرت في السنة. طبعا ما دلالتها في الحلم؟ دلالتها في الحلم أن الإنسان إذا رأى مقبرة أو رأى قبرا معين، قبر أبيه، قبر أمه، أو قبر أحد من أصحابه، فعليه أن يقدم له عملا صالحا كالصلاة، كالدعاء، كقراءة القرآن، ويهديها إلى قبره. هذا من باب الصلاة عليه كما ورد في القرآن والسنة. وأيضا إذا رأى قبرا جميلا مشيدا مبنيا فهذا دليل سوء، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تصليص القبور. فإذا رأى قبرا مجصصا يدل على أن الرائي في حالة سيئة أو في ضائقة سيئة، وخصوصا إذا كان الرائي على قيد الحياة وخيل له أنه رأى قبره مشيدا. الأمر الثالث أنها مرحلة من مراحل الحياة، فالقبر في المنام عند المفسرين دل على أحد أمرين: إما أنه تسريع في أجله، أو أنه مدة في حياته، أو حياة جديدة كما يعبر عنه المفسرون. أما عن أمثال العرب فقد شحت الأمثال، وورد مثالين كقوله استوت به الأرض، استوت به الأرض أي صار في قبره، ومنهم من قال غيبه غيابه، وهذا أيضا في أمثال العرب. وورد مثل نادر من أمثال العرب: وزنه بوزن قبره، أو وزن شاهدة قبره. فالإنسان كيف تزنه؟ تزنه بميزان واحد، وهو ميزان الصخرة التي تقع على قبره. هذا من ما ورد في أمثال العرب. أما عن المفسرين والدلالة التي ذكرها ابن سيرين وذكرها النابلسي أن القبر هو أحد مراحل الحياة، فالذي يرى القبر إما أنه سيعيش حياة جديدة، أو سيفتح له أفق جديد في حياته، أو أنه سيسمح له بأجله، أو يسمع خبرا عن أحد يخصه بأنه قد مات. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.